أكد وزير السكن والعمران السيد كمال ناصري اليوم في تصريحات صحفية عن شروع مكتتبي عدل إثنان الذين قُبل طعونهم في دفع 3 أشهر كاملة بداية من شهر جانفي المقبل، مضيفا في ذات السياق عن حل مشكلة كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ولم يتم استدعائهم مجددا، وأوضح أن هؤلاء معنيون بإيداع ملفاتهم لدفع الشطر الثاني والثالث، حيث يبلغ عدد المعنيين بهذه العملية حسب نفس الوزير أزيد من 29,000 مكتتب. من جهة أخرى، أعلنت وكالة عدل عن فتح موقع اختيار المواقع السكنية ودفع الشطر الثاني في 30 نوفمبر القادم، حيث سيشمل هذا القرار أزيد من 30,000 مكتتب عبر كامل التراب الوطني. وتأتي هذه القرارات بعد حل مشكل العقار لكل مشاريع وكالة عدل في مختلف ولايات الوطن. من جهتنا نتمنى أن تجسد هذه القرارات على أرض الواقع لحل مشكلة السكن التي باتت تؤرق المواطن البسيط.